الرحمن الرحيم. أنا خالة محمد جاسم وعلي جاسم وعلي إبراهيم. أطالب الحكومة أن يشيل الحاجز اللي حاطتنا بيننا، ما نقدر نوصل حق المساجين. وثانيا ليش يعني مسوينهم كذي؟ هم مساجين يعني، خففوا عليهم شوي، هم كفاية عليهم السجن. يعني ليش بعد هالتعذيب اللي حاطين حاجز بيننا وبينهم؟ احنا ما بندخل لهم بأي شيء، احنا مجرد السلام عليكم وعليكم السلام، نبغى نتكلم وياهم، نبغى نسمع أصواتهم، ما نقدر نوصل لهم بهالحركة اللي مخلينها لنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم المعتقل علي إبراهيم حرام، أطالب بالإفراج إن شاء الله عن المعتقلين وأقبلهم، الأسرى والمحكومين. الله يفرج عنهم إن شاء الله ويحق ويرحم شهدائنا. وأطالب من المحكمة تشيل لنا الحواجز، تكسرها. إذا رحنا ما نسمع صوتهم ولا يسمعون صوتنا، لأننا نطالعهم كأنه في التلفزيون بدون صوت. والحين بعد قاموا حطوا لنا بعد تلفونات، الحين حاطين لنا تلفونات، من وين احنا بنسمع عشان حاطين لنا تلفونات؟ فانا اشدهم ان يشيلوا الحواجز بس. وهي اللي طالبه من المحكمه، ما طالبه شيء. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ام المعتقلين محمد جاسم قنبر وعلي جاسم، اطلب بالافراج ان شاء الله من الاسرى قحمه، جميع الاسرى الله يفرج عليهم، واطلب ان يشيلوا عنا هالحواجز المحطوط لنا، لا نروح ولا نشوف، نبي نشوفهم نسلم عليهم، نقعد وياهم نتحكى وياهم، يعني نصافحهم، غير ما نروح كأن نفلات العميان ما نشوف احد.